من الامارات العربية المتحدة على سيارة اللكسس او تويوتا سورر. يا سلام. معنا احمد الاميري رأفت هارون من الاردن على بي ام دبليو. سلمان العبدالله على سيارة النيسان من مملكة البحرين. فهد العيسى على سيارة بي ام دبليو ام 3 من المملكة العربية السعودية. محمد العاصلي من سلطنة عمان على النيسان 350 زد. مبارك الرميفي من الكويت على سيارة نيسان 350 زد. جاد همه من لبنان على سيارة البي ام دبليو ام 3. ومن المملكة الأردنية الهاشمية معنا محمد الكخن على سيارة البي ام دبليو. من جمهورية مصر العربية الشقيقة معنا رامي سري على سيارة بي ام دبليو تحمل أيضا لوحة أردنية لأنه سيارته للأسف لم تتمكن من الوصول ضمن الوقت المحدد. وأخيرا سيارة رقم 12 مع الدريفتر الأردني عمر الكخن على سيارة البي ام دبليو. إذا هيك بكون عندنا 12 من خيرة وأفضل سائقين الدريفتر أو سيارات الانجراف في الشرق الأوسط جميعهم على المضمار حاليا. بحيوكم وبرحبوا فيكم، ما تنسوا تسعفوا لهم لعبة كبيرة. أمنياتنا بالتوفيق للجميع ولكن طبعا بالأخص للدريفترز الأردنيين. لرأفت هارون، محمد الكخن، وعمر الكخن. في عنا مفاجأة، اكتشفنا اليوم انه عيد ميلاد محمد الكخن. شوفي احمد هيك غنوا له آلاف المعجبين. جاهزين؟ يلا. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة. علوا علوا صوتكم أعلى. سنة يا بعيد بعيد. ينعاد عليك محمد، إن شاء الله تكسب. الباقيين للراوند الثمان اشخاص ومن بعدها اربع اشخاص. خلينا نرجع لنعرفكم على مين كمان معنا على لجنة التحكيم. معنا بس نقول لهم باي وهن ماتين. باي. هذا هاروم الاردن. كل السيارات حلوه الحقيقه.